Hello everybody, I hope you're good and happy. Hello everyone, I hope you're glad and fine. سلام الله عليكم تلاميذنا الأعزاء في سلسلة الاستعداد للامتحان الوطني. وبعدما تعرفنا عن الإطار المرجعي وكما كنت أقول دائما أن درس الأزمنة درس مهم للغاية وهو يشار إليه في الإطار المرجعي. وكما أشرت سالفا أن ماشي غير الباست بيرفكت والفيوتشر بيرفكت اللي غادي تمتحنوا فيهم، وإنما حتى البريزنت سيمبل والبريزنت كونتينيوس والبريزنت بيرفكت والباست سيمبل والباست كونتينيوس والفيوتشر سيمبل، واخا ما كاينينش في المقرر. وحنا غادي نسي ستيب باي ستيب إن شاء الله. بعد ما شفنا في الجزء الأول البريزنت سيمبل، الجزء الثاني البريزنت كونتينيوس، واللي ما تفرجش فيهم راه غادي يلقى هنا واحد العلامة استفهام الفوق يحاول يبرك عليها، وغادي يطلعوا ليه لي فيديو بجوج ديال الجزء الأول والجزء الثاني، يتفرج فيهم ويكتب الدروس ديالو، ويتفرج اليوم في الجزء الثالث الخاص بالبريزنت بيرفكت. لنبدأ على بركة الله. فيما يخص البريزنت بيرفكت، اولا نعرفوا شنو هي الفانكشن ديال البريزنت بيرفكت، واخا حنا ما محتاجينهاش. بالنسبه للفانكشن ديال البريزنت بيرفكت، هي واحد اتس ان اكشن ان ذا باست بات هاز ان افكت ان ذا بريزنت، واحد لاكشن في الباست ولكن عندها تاثير في الحاضر. اوكي، نبداو بالفورم، هو اللي غادي نحتاجو نهار الامتحان الوطني بطبيعه الحال. هاف في البريزنت زائد الفيرب اللي عطوني بين قوسين في الباست بارتيسيبل. شنو هو هاف في البريزنت؟ راه شفناه في البريزنت سيمبل مع الفيرب تو بي. اي هاف، يو هاف، هي شي ات هاز، وي يو دي هاف. هادشي علاش خاصني يا اما ندير هاف ولا هاز. الا كانت هي شي ات خاصني ندير هاز، ما كانوش هادو عندي هاف هي الاولى، عاش الفيرب اللي عطوني بين قوسين خاصو يتصرف في الباست بارتيسيبل. وهناك نوعين، كاين واحد النوع كتزيدو اد دي، وكاين واحد النوع سميتو الايريجولار فيربس، افعال شاذه خاصك تكون حافظ الخانه الثالثه ديالهم. نبداو بالفيرب تو بي دائما. I have been, you have been, he has been, she has been, it has been, we have been, you have been, they have been. قلنا لو فيرب تو بي ولا the verb to be هو لو فيرب être au présent. اوكي، هنا سي present perfect of course. دابا ندوزو الفيرب هاف اللي قلنا هو لو فيرب avoir، فعل الملكيه، من بين ما شفنا فعل الكينونه. I have had. اوكي، هاف الاولى راه غير الاوكزيري. اوكي، الثانيه هو عاد صرف الفيرب، يعني عطاونا بين قوسين الفيرب هاف قالك صرفو، راه ضروري دير عطاوك اي دير هاف هاد، عطاوك هي دير هاز هاد. اوكي، I have had, you have had, he has had, she has had, it has had, we have had, you have had, they have had. هذا فيما يخص الثاني اوكزيري فيرب. الان غادي نشوفوا اي فيرب واحد اخر ونحاولوا نصرفوه، يكون من بعد ما درنا توكزيلي فيرب في بجوجهم ايريجولار فيربس، نديرو دابا ريجولار فيرب، يعني الفعل اللي كيخضع للقاعده وكنزيدو غير اد. مثلا نعطيو الفيرب ليف، ليف هي يقطن او يسكن. اي هاف ليفد، يو هاف ليفد، هي هاز ليفد، شي هاز ليفد، ات هاز ليفد، وي هاف ليفد، يو هاف ليفد، دي هاف ليفد. نديرو فيرب اخر فينيش. اي هاف فينيشد، يو هاف فينيشد، هي هاز فينيشد، شي هاز فينيشد، ات هاز فينيشد، وي هاف فينيشد، they have finished. بكل بساطه هذا هو البريزنت بيرفكت في الافيرماتيف فورم بكل بساطه، يعني نمشي شي حاجه اللي صعيبه. اوكي، ندوزو النيجاتيف فورم ديالو. نيجاتيف فورم بكل بساطه كتحط نوت من بعد هاف ولا هاز سالينا. اوكي، و سي هاف نوت ولا هاف نوت ولا هاز نوت، راه هي هافنت و هازنت شورت فورم ديالها، يعني سو درتي هافنت ولا هازنت، سوا درتي هاف نوت، سوا درتي هاز نوت في النيجاتيف. امتى غدير النيجاتيف؟ ملي كيعطوك الفيرب بين قوسين وحده نوت. اوكي، يعني في السؤال الشهير اللي هو put the verb between brackets in the correct tense. اوكي، ضع الفعل اللي بين قوسين في الزمن المناسب، وكيعطوك ثلاثة ولا أربعة. So nice here when we talk about the negative form بكل بساطة. اش كيوقع في الانتروجاتيف فورم؟ يعني كنا كان we invert say the auxiliary verb have with the subject pronouns، يعني كنسبقوا هذيك have ولا هذه هي الاولى على subject. مثلا have you lived, have I lived, has he lived, has she lived, has it lived, have we lived, have you lived, have they lived. مثلا الفيرب ليف في interrogative form. اوكي، من بعد ما عرفنا النيجاتيف والانتروجاتيف والافيرماتيف فورم وعرفنا الفورم ديال البريزنت بيرفكت، كيبقى السؤال المطروح دائما واللي خصنا نطرحه في التنسس، اشنو استاذ خصني نشوف باش نصرف الفيرب في البريزنت بيرفكت وما نصرفوش في البريزنت سيمبل، ما نصرفوش في البريزنت كونتينيوس ولا شي تنس اخر. اوكي، بكل بساطه اولا خص يكون عندنا وان اكشن ماشي تو، كاع التنسس اللي دوينا عليهم دابا بوان اكشن. من يكون عندنا سينس ولا فور ولا جاست ولا اولريدي ولا يت، ويت كتعني انت ناو ولا سو فار،
ولا ايفر. هنا كنستعمل بريزنت بيرفكت وبعيني مغمضين، ولكن كاينه وان اكشن. غنعطي اكزامبلز باش نفهمو. I have lived in Rabat since 2014. She has lived in Rabat for 6 years. Okay. لولا سكنت في كنسكن في الرباط منذ سنة 2014. الجملة الثانية كيسكن هو في الرباط منذ 6 سنوات. Number 3 She has just arrived. يلاه كي وصلت. هذيك just هي اللي كتمنى وكتكون ما بين الاوكزيري فيرب والمين فيرب في الباست بارتيسيبل. Number 4 We have already finished the lesson. حنايا ديجا سالينا الدرس. هنايا ملي كتكون عندنا اولريدي بحال الشكل ديال جاست، اوكي كتكون هي ما بين الاوكزيري فيرب او الفيرب في الباست بارتيسيبل. نمبر 5 اي هافنت فينيشت ييت، ولا انت نا ولا سوف هاد ذا سيم. اوكي اي هافنت فينيشت، يعني مازال ما ساليتش لحد الان وفعلا باقي ما ساليتش الدرس. اوكي اي هافنت فينيشت ييت، ييت غالبا كتكون مع النيجاتيف فورم ولا الانتروغاتيف فورم، ما كتكونش في الافيرماتيف. يعني حنا نشوفو ييت خاصنا نصرفو، وغالبا الا كانت ييت غادي يعطونا مع الفيرب نوت، ولا قدروا يعطونا الانتروغاتيف فورم. نيش ندير الانتروغاتيف فورم have you. اوكي have you finished. اوكي have you finished yet. ولا ممكن يكون عندنا ever. have you ever worked here. have you ever worked here. so here when we talk about the time expressions of present perfect، بكل بساطه هذا هو الفورم ديال present perfect، الافيرماتيف والنيجاتيف والانتروغاتيف، وهادو هما التايم اكسبريشنز ديال بريزنت بيرفكت اللي بمجرد ما غادي تشوفهم غتصرف الفيرب في البريزنت بيرفكت وما غادي تصرفو شي تانس اخر. واعيد واقول ملي كتكون وان اكشن، يعني جمله واحده وفيرب واحد، اما اذا كانت جمله كتكون من تو اكشنز راه ملي غنوصلو للباست بيرفكت غنشرح هذا الامر بشكل مبسط اكثر. اوكي هذا كل ما يخص البريزنت بيرفكت بكل بساطه. And see you next session إن شاء الله، وغادي تكون في الحلقة غدا إن شاء الله مع الجزء الرابع إن شاء الله دائما من تنسس ومن سلسلة الاستعداد للامتحان الوطني. دمتم في رعاية الله، وما تنسوش بارتاجوا الفيديو مع الأصدقاء ديالكم لكي تعم الفائدة، يعني ونزيد ونعطيو أكثر، ونسالوا إن شاء الله في أقرب وقت باش نبداو في الامتحانات الوطنية، لأن ضروري نخدموا بعض النصوص الخاصة بالامتحانات الوطنية باش نقيسوا جميع الجوانب، وكذلك نخدموا حتى الرايتين. See you next session and I hope you have a wonderful week. Bye bye.